يوم جديد من أيام أزمة المحروقات، وفيه تخبط بين قرار حاكم المصرف المركزي برفع الدعم ورفض السلطة للأحادية المتبعة والتي رمت بعرض الحائط قرارات السلطة التنفيذية والاتفاقات المرتبة سابقا بما يضمن الاستقرار. وعلى هذه الحال كانت الفوضى بانتظار اللبنانيين المصطفين في طوابير أمام محطات البنزين، وهو أمر مرشح للاستمرار إذا لم تصل الاتصالات في الكواليس إلى أي نتائج، علما أن اجتماع عقد في وزارة الطاقة بين الوزير ريمون غجر والشركات المستوردة من دون نتيجة واضحة. وعلما أيضا أن النقيب جورج فياض تحدث للأو تي في مؤكدا جهوزية الشركات للتعاون متى حل الصراع القائم. المخزون المتواجد بالشركات يعني بيغطي بحدود 3-4 أيام، ولكن محجوز هيدا، يعني مش عم فينا نحركه بسبب الخلاف بين مصرف لبنان والوزارة. هيدا المخزون يلي بيكفي لثلاث أيام، حضرتكم مش مستوردينه على 3900؟ لا، مش إنه مستوردينه، نحن مندخل البضاعة ومنأمن، بكون دافعين حقها للمورد أكيد، ومنرجع منحطها بلبنان، بكون بعد ما قبضنا حقها منأمن الليرات اللبناني على مصرف لبنان، بحطهم عنده ليقدر يحولنا على الدولار. بقى تبلغنا انه الكميات المخزونه اللي الجمارك اخذت حجمها امبارح، هيدي البضاعه بطلت مدعومه على 3900، مفروض نامن قيمتها بالليره اللبنانيه على قيمه سعر الصرف، والا ما بيبدلنا اياها بدولار. يحصل كل هذا التخبط على وقع بيان للمديريه العامه للنفط اكدت فيه انه انطلاقا من الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي في شهر تموز الماضي، وضم الوحدات الامنيه والقضائيه والرقابيه لجهه ضبط توزيع عمليه المحروقات من قبل منشات النفط او الشركات المستورده بالزاميه تسليم الكميات المخزنه لديها والتي تم شراؤها على سعر الصرف 3900، اي على السعر الرسمي الذي اصدرته وزاره الطاقه والمياه نهار الأربعاء الفائت، بانتظار أن يحدد مصرف لبنان سعرا واضحا رسميا لسعر صرف الدولار لزوم استيراد المحروقات مجددا. وطلبت المديرية العامة للنفط الجميع تحمل مسؤولياتهم لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات ومتابعة الجهات المختصة عمليات التوزيع وضبط السوق. الوضع لم يعد يحتمل الانتظار، قالها مستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرة، فلا المخزون كافي ولا الأمن مستتب، أما العترة والذل فعلى المواطن. صار اتصالات مع الشركات، مع رئيس التجمع، البضاعة الموجودة عندهم يعطون أمر على 3900 بيتحول مبالغ طبعا، هني مستعدين يسلموا ونحن مستعدين نستلم ونسلم المحطات. منا الرؤية تكون واضحة، منا الشغل يكون واضح. ما في وضوح، نحن عنا عراقيل كتير كبيرة تنقدر نتصرف. وبرجع بقول لك الله يعين المواطن، رفع دعم رفع دعم، أمنوا البضاعة، خلي السوق يكون مرتاح، خلي يكون المواطن مرتاح، كفى إسهال، كفى قهر، كفى عذاب، خلص. أكيد أنا بأكد لك في كتير أصحاب محطات منه غوارد يفتح محطاته ويتعرضوا للقتل ويتعرضوا للضرب. مستعدين نقدم فتية محطاتنا للدولة اللبنانية، خليها يدير المحطات وكفى. عاد يجي فرق من الجيش على المحطات ما عاد يقدروا يهدوا الوضع. إذا حلوا الموضوع اليوم يكون في لنا مونع على الشركات بيفتحوا سبت أحد الصبح. يبقى أن الساعات المقبلة حاسمة على خط الأزمة التي باتت تتطلب حلول مستعجلة لا تنتظر عطلة نهاية الأسبوع.